ما يمكن شاب ضحكة هذه اللي ضحكوية تعبر عن كل شيء. واحد جا ودخل عندك للدار وبشوية بشوية شو يدار واحد الحيط وقال لك أنا النص. شي واحد لقيته بدا كيضرب فيك ويتلقى لك لولادك ويسلخ فيهم ومن بعد كيمشي كيتشارع وياه وكيقول لك بغينا نقسموا هاد الدار على جوج. بسم الله مرحبا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابتداء نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع هذه الوقفة التي هي تعتبر جهد المقيم من أجل إخواننا في غزة على وجه الخصوص وحيث ما يوجد مستضعف من الناس في هذه الدنيا. لكن ما القضية الغزية والمقدسية هي الطاغية الآن عن الساحة، لذلك الناس يتعاطفون معها بشكل كبير جدا. هذا قلت جهد المقيم على اعتبار أن إذا رأينا أن طلبة الجامعات الأمريكية وطلبة الجامعات الأوروبية يتظاهرون من أجل نصرة لإخواننا في فلسطين، وإلا شفنا باللي عدد من الدول من حيث حكامها وأنظمتها الحاكمة كإسبانيا وإيرلندا والنرويج وغيرها، يعني الآن هي قد أعلنت اعترافها بدولة فلسطين وأنه لا يمكن أن يوجد قدم للصهاينة في تلك الأرض. فكيف بالدولي وعلى رأسها المغرب اللي هي ترأس لجنة القدس واللي كيربطنا بإخواننا في غزة وفي القدس وفي فلسطين على وجه العموم، كيربطنا بهم الدين، كيربطنا بهم التاريخ، كيربطنا بهم الجغرافيا، كيربطنا بهم الأوقاف والأملاك، باب المغاربة وحارة المغاربة، هذه أوقاف وأملاك للمغاربة هناك، وهناك مؤلفات كثيرة في هذا الباب، أوقاف المغاربة في فلسطين وأملاك المغاربة في فلسطين، هذو جديد المؤلفات يحصلوا بالمغاربة أن يطلعوا عليه. ما يقوم به اليهود الآن هل تعتبره بأنها حرب، بداية حرب دينية؟ لا، هي ماشي بداية أو صليبية، لا هي ماشي بداية حرب دينية. تفهموا لواحد القضية، ما يقوم به الصهاينة لا ينطلقون إلا من معتقد. ما كاين شي واحد دابا في روسيا ملي كتمشي تضرب خوتنا في سوريا راه حتى كيجي الاسقف ديال الكنيسه الارثوذكسيه يبارك الجنود على باش كيمشيو، الكنيسه البروتستانتيه والكنيسه الكاثوليكيه بجوجهم تيتجمعوا ليباركوا الجنود الامريكيين باش كانوا كيمشيو يضربوا خوتنا في العراق من ابتداء من 2003، باش كانوا كيضربوا خوتنا في افغانستان ابتداء من ديسمبر 2001. فما كاين ماشي بدايه حرب دينيه، هم لا ينطلقون الا من منطلق عقدي. لكن ديون حنا اللي واكلين تبن هو اللي كيجيك بقى يقول لك لا حقارة وقيلة بعد الدين على هذه الأمور. الدين في صلب هذه الأمور، رب الكون سبحانه وتعالى هو الذي يحكم هذه الأمور، وهو الذي يشرع لنا أين نمضي، أين نتوقف، أين نمضي، وهو الذي أمرنا بنصرة إخواننا. موقفك من الولايات المتحدة الأمريكية يكفي أن تنظر إلى موقف ثلاثة أرباع كوكب الأرض الذي ينكر ما يقع في لإخواننا في فلسطين. هذا راه ماشي عنده مشكل في الشوفة، هذا راه عنده مشكل في البصيرة ديالو كلها مطموسة. هادو اللي داروا هما بنفسهم المحكمة العدل الدولية من أجل البث في جرائم الحرب 1945، هما داب الآن ملي محكمة العدل الدولية بتات في حق المجرم نتنياهو وزير الدفاع ديالو أنهم خصهم يتوقفوا وأمرت ليتوقف باش يتوقف القصف العدواني على إخواننا في غزة، ناضت الولايات المتحدة الأمريكية كتقول لهم حقا لا راه غادي نتابعوا القضاة ديال محكمة العدل الدولية قضائيا. قمة السفاه وقمة انقلاب المعاني. هل أنت مع حل الدولتين؟ ما يمكنش شي هاد الضحكه هذه اللي ضحكويه تعبر عن كل شيء. فينا دولتين؟ نعم، فينا دولتين. انا نسول اي واحد اللي كاين هنايا كيتبع هذه المساله هذه. واحد جا ودخل عندك للدار وبشويه بشويه شو يدار واحد الحيط وقال لك انا النص. شي واحد لقيته بدا كيضرب فيك ويتلقى لك لولادك ويسلخ فيهم ومن بعد كيمشي كيتشارع هو وياه وكيقول لك بغينا نقسموا هاد الدار على جوج. كلمه اخيره للفلسطينيين، ثبتكم الله، وفقكم الله، سددكم الله، ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا لنصرتكم على الاقل بعشر معشار ما نصرتم به امه الاسلام. السلام عليكم. شكرا لك سيدي. العفو. شكرا. شعيب.